طبعا ما حصل اليوم هو تتويج للعملية الانتخابية اللي تمت يوم 22/12، واللي تم فيها تداول سلمي للسلطة من خلال تنافس 4 قوائم على عضوية المجلس البلدي. طبعا قائمتنا قائمة الأمل تفوقت في هذا بثقة الناخب على تولي إدارة مجلس البلدي رجبان. نحن ننتظر الحقيقة العمل المكثف والعميق، لأن مدينة رجبان كما تعلم مدن دواخل تعاني كثيرا من الظروف الحياتية، من المشاكل كالمياه والصحة والتعليم وغيرها. طبعا احنا وضعنا ضمن البرنامج الانتخابي اللي قدمناه للناخب الكريم قبل الانتخاب متكامل، يعني احنا واعيين للمشاكل اللي موجودة في مدينة رجبان، وعلى أولويات وضعنا الأمن محتاج لوقفة جادة. ليبيا رجبان مدينة تتأثر بما يجاورها من المدن ومدن ليبيا بالكامل، وبالتالي احنا أمامنا العمل مع رجال الأمن لتثبيت وإرسال من داخل المدينة. طبعا أمامنا الصحة، المدينة تعاني من الوضع الصحي ليس الجيد يعني حقيقة بسبب نقص الإمكانيات والكوادر الطبية. أمامنا أيضا التعليم، المدارس متهالكة. أمامنا مشروع المياه الذي لم يكتمل، ما زال المواطن يدفع ثلث مرتبة حقيقة من أجل المياه. أمامنا مشاكل عديدة، وبالتالي وضعنا برنامج عمل مرحلي لتفكيك هذه المشاكل ووصول لحلول إن شاء الله ترضي المواطن، وخلال المدة هذه الطويلة تمكننا من تقديم شيء يكافي المواطن على تخته اللي منحها في لقائمة الأمل الفوز بعضوية المجلس البلدي.